أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن انطلاق مبادرة كتف في كتف من محافظة جنوب سيناء، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك. وشهدت محافظة جنوب سيناء وصول قطار الخير في اصطفاف كبير من متطوعي التحالف، والذين استقبلوا 11 قاطرة محملة من 20,000 صندوق حماية اجتماعية تحتوي على 400 طن مواد غذائية و2000 بطانية لأهالي جنوب سيناء. أخذوا على عاتقهم الانتشار بجميع محافظات مصر، لنجد هنا بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ما يعرف بقطار الخير للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن فعالية كتف في كتف، نحو 11 قاطرة محملة بالعديد من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، في مشهد يعد انطلاقا لأكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر. مبادرة كتف في كتف يمكن دي أول مرة ننزل فيها في مبادرة كتف في كتف. 11 تريلا جايبين أكتر من 20,000 كرتونة مواد غذائية. دي بتعتبر أكبر مبادرة خير داخل مصر بانطلاق قطر التجمع الوطني. دي تكلفات التحالف الوطني للاهتمام بالمحافظات الحدودية وأهالينا الأولى بالرعاية في الأماكن الأكثر احتياجاً. هذا الاصطفاف للقطار يحتوي على أكثر من 20,000 صندوق حماية اجتماعية تحتوي على 400 طن مواد غذائية و2000 بطانية، لينتشر القطار في أرجاء المحافظة لتوزيعها على الأهالي كخطوة تأتي من أجل تخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم مع دخول شهر رمضان المبارك. إحنا بنقدم مساعدات غذائية بخصوص شهر رمضان المبارك إن شاء الله لكافة الأسر المستحقة، وإحنا مع الأسر كلها ومع المجتمع. في كميات كبيرة ومعنا مؤسسات كتيرة بتشارك بمساعدات عينية عبارة عن كراتين مواد غذائية، بطاطين، 400 طن مساعدات. تأتي مبادرة كتف في كتف تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وذلك بتقديم 4 مليون صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية والتي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية.